برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينك. في برنامجنا دايما بنتكلم عن كل ما هو جديد في المجالات الطبيه المختلفه، وبيكون دايما معانا مجموعه كبيره من الاطباء المتخصصين واللي بيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. لو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون محمول على 1480 او من اي تليفون ارضي على 0900 9380. في فقرتنا الثانيه النهارده هنتكلم فيها عن مشكله يمكن كتير منا بيتعرضوا لها، وهي في فتره الصيف نزول حمامات السباحه. نتيجه لنزول حمامات السباحه ممكن نتعرض لامراض جلديه تنتقل لنا من الميه، يعني الامراض تكون موجوده في ميه حمامات السباحه فبتنتقل لنا الامراض. ايه هي الامراض دي وايه هي اعراضها وازاي نقدر نقي انفسنا من الاصابه بيها؟ ده هنعرفه من الدكتور اللي مشرفنا في الاستوديو، دكتور احمد سعد، اخصائي جلديه وتجميل وليزر. اما فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن التصلب المتعدد. ايه هو التصلب المتعدد؟ ايه هي اسبابه واعراضه؟ وايه طرق الوقايه والعلاج؟ وايه هي علاقته بالحاله النفسيه والعامل الوراثي؟ وازاي ممكن يتطور المرض وممكن يصل للشلل؟ ده هنعرفه من الدكتوره اللي شرفانا في الاستوديو، دكتور منى شرابي، اخصائي سمعيات. اهلا بيك يا دكتور، شرفتينا. دكتور، يمكن التصلب المتعدد اسم لغايه دلوقتي مش قادرين نفسره، ويمكن دي حاجه جديده ظهرت في مصر بس انتشر بصوره كبيره جدا. فياريت حضرتك تقول لنا في البدايه ايه هو التصلب المتعدد. التصلب المتعدد اسمه مالتيبل سكليروسيس واختصاره ام اس، وده مرض منتشر العالم كله بس طبعا بطرق مختلفه، بيبقى اكتر مثلا في امريكا وانجلترا عن مصر. انتشر دلوقتي مصر والدول العربية، مع ان ده لخبط الاقتراحات اللي كانت من اسبابه اللي هي نقص الفيتامين دي. فدلوقتي الدول العربية قريبة من خط الاستواء وفيتامين الدي عندهم كويس، لكن منتشر هناك في الدول العربية والخليج العربي ومصر. فده التصلب المتعدد اللي هو بيجي مرض مناعي بيأثر على المخ والحبل الشوكي، بيأثر على المناعة، خلل في المناعة، مش انها زايدة او ناقصة. يعني ايه يا دكتور مرض مناعي؟ معنى ايه؟ يعني دايما لما حد يسمع مرض مناعي معناها ان هو المناعة عنده فيها مشكلة، يا اما قليلة يعني قوية او ضعيفة. لا، هو مش قليلة وضعيفة، هو خلل. يعني المفروض ان الخلايا الدم البيضاء اللي مسؤولة عن الدفاع عن اي غزو خارجي من فيروسات وبكتيريا تهاجمها وتبقى حمايه، ده خط الدفاع بتاع الجسم. الخلل ده بيخلي كرات الدم البيضاء تهاجم خلايا الجسم نفسه. خلايا الجسم نفسها في المخ والحبل الشوكي في حاله الام اس، والعصب البصري. يعني اول اماكن بيهاجمها المرض هي خلايا المخ، غير خلايا المخ. اللي هو اهم حاجه فيه اللي هي السلك اللي بدايته هجوم لخلايا المخ، خلايا الالياف العصبيه. هو بيهاجم الالياف العصبيه، السلك اللي بيغطيها اللي معمول من حاجه اسمها النخامين او المايلين بالانجليزي. بيهاجمها، بيعمل فيها التهاب في حته حته حته، ومكان الالتهاب ده طبعا بيفقد القدرة على ان تحويل الاشارات العصبية من المخ لبقية اعضاء الجسم. فده المفروض ربنا عامله عشان خاطر يسرع الاشارات العصبية انها تتنقل من المخ لاعضاء الجسم المختلفة. فبتبقى طبعا خالص بتتلخبط، يا اما بتبقى بطيئة يا اما ما بتوصلش الاشارات حسب شدة الهجمة اللي بتيجي او الالتهاب اللي بيجي في الغطاء بتاع او السلك الحامي للسلك بتاع الالياف العصبيه دي. يعني الهجمات بتكون مختلفه يا دكتور، او قوه الهجمه بتكون مختلفه للمخ؟ لان اجدالي انواع وكل نوع مختلف عن الثاني، كل بني ادم في الدنيا مختلف عن الثاني، زي بصمات الصوابع طبعا، مفيش حد بصمته زي الثاني ولا حد الام اس بتاعه في الدنيا كلها زي الثاني. الدواء اللي بينفع مع ده ما بينفعش مع ده. المرض بيجي هنا بطريقه وهنا بطريقه. حتى لو العيان قال انا عندي نفس الحاله بتاعت فلان الفلاني، الدواء استجابه الجسم بتاعت حد غير استجابه الجسم لحد تاني، سواء للمرض او للدواء. ليه يا دكتور بيبقى يعني العرض بيختلف من شخص لشخص، غير ان هو
كل بني ادم مختلف عن تاني وكل بني ادم قابلية جسمه مختلف عن تاني. هو هل ده معناه ان هو المرض حسب هجومه للمنطقة اللي بيهاجمها في اجزاء الجسم؟ حسب شدة الهجمة نفسها بتختلف، حسب استجابة الجسم نفسها للدفاع عن الهجمة دي. ممكن في جسم بيبقى يعني مهما حصل هجمة ما بيحصلش فيلر، ما بيحصلش ان هو يحصل عجز. عشان كده في انواع، في مرة حد يجيله هجمة يحصل له حسب نوع بقى المرض اللي عنده يحصل له عجز بسرعة، وفي ناس لا بيحصل لهم كل فترة. طب حضرتك قلت ان هو يعني قبل كده كانوا بيعتقد ان هو سبب التصلب المتعدد هو نقص فيتامين د، لكن بعد كده اكتشفوا ان هو مش نقص فيتامين د. لا، هم حاطين كذا ثيري، كذا امكانيه لكذا سبب، ولحد دلوقتي ما هماش متاكدين انهي سبب فيهم. ولا نقص فيتامين دي وبعد عن خط الاستواء وعدم التعرض للشمس والحاجات دي، ما هواش حاجه نتيجه فيروس وهاجم الجسم، ما هواش حاجه وراثيه، ما هواش حاجه نفسية، مرض نفسي. لا، مش حاجة وراثية ولا حاجة نفسية. لا، فيها أي علاقة. هو حاطين العامل دون، وفي فعلا قابلية الناس انهم يجي لهم لو هو اخ واخت، يعني اخين عندهم ام اس، يبقى في قابلية اكتر ان يبقى الثالث هيبقى كده، او عنده اي مرض مناعي تاني. يعني ما بيكون موجود في العيلة بيبقى فيه مرض مناعي، بيبقى فيه اكتر قابلية ان حد يبقى عنده ام اس. مثلا ما ينفعش ان اثنين عندهم ام اس يتجوزوا، ما هو كده انت البيبي دون هيجي فيه يا ام اس يا اي مرض مناعي ثاني. ما ينفعش، يعني في شويه بريكوشنز. يعني حتى لو ما جالوا، لو الزوجين احدى الازواج عندهم ام اس او مرض مناعي، مش شرط نفس المرض المناعي ينتقل للاطفال، ممكن اي مرض مناعي ثاني. اي تاني؟ مرض مناعي ثاني ممكن يجي. يعني موضوع الخلل في المناعه دون ممكن قوي يجي في اي حد. ما هو في عائلات بيبقى فيها امراض مناعيه كتير قوي في عيله واحده. يعني سيستميك لوبس وروماتويد وام اس، كل دي في عيله واحده، فدي حاجه بتبقى بتاعه ربنا. هل دكتور اسلوب الحياه او اللايف ستايل اللي احنا عايشينه ليه علاقه كبيره دلوقتي؟ طبعا. يعني انتشار مثلا الوجبات السريعه، المشروبات الغازيه، هل دي ليها علاقه؟ وعدم الاكل الصحي، السكرين والحاجات دي، المواد الحافظه في الاكل، كل الحاجات السيئه اللي حصلت في الاكل والطفره اللي حصلت في الجانك فود دي، طبعا دي ليها اضرار جامده قوي، وبتجيب امراض مناعيه وغير مناعيه طبعا. يعني الاسبرتام بتاع السكر الدايت دون خطر جدا وبيجيب امراض كتير. فعشان كده المفروض الواحد يعيش زي ما اجداده عاشوا لما كانوا بياكلوا اكل نظيف، اكل طبيعي، ما فيهوش بقى مواد صناعيه، وما فيهوش الاسبرتام السكر الصناعي، ما فيهوش الملوثات بتاعه الخضار والفاكهه. ده غير ان اللحوم نفسها بقت هي ملوثه، بتاخد هورمونات، بتاخد انتيبيوتكس، ما بتاكلش غير علف. والعلف ده مش حاجه صحيه، علف ده فيه هورمونات وفيه انتيبيوتكس، في حاجات تزود نمو الماشيه نفسها طبعا، والفراخ. فكل ده احنا بعدنا عن الاكل الطبيعي بتاع اجدادنا، عشان كده ما كانش عندهم الامراض دي كتير. لكن ساعه ما عملنا كده بقى وجا جنون البقر والحاجات دي، ما هو للاسف يعني انا ملاحظه ان هو مع التقدم التكنولوجي اللي بيحصل، لكن للاسف بيظهر امراض عمرنا ما كنا بنسمع عنها. ويعني والصحه العامه للانسان بتتدهور رغم التقدم التكنولوجي، وبنحاول ان احنا نلاقي علاج لامراض كتيره جدا. بتشربي عصير مش طبيعي، كل مواد حافظه وسكر صناعي. بالظبط. ما بتشربيش زي زمان الليمون الطبيعي والبرتقان الطبيعي، وبتاكلي اكل البقر واكل بعضه، ولما كلوا من العلف، ما هو بيبقى العلف ده معمول فيه بقايا حيوانات. وما الجنون البقر حصل ليه؟ فكل دون دي حاجات ملوثات للاكل، وحاجات مخربه للاكل، ومخربه بقى لمناعه البني ادم، او البني ادم بقى كده بياكل اي كلام. فبيحصل بتبان بقى ساعتها الامراض المناعيه والغير مناعيه زي الكانسر والحاجات دي. بالنسبه للاعراض يا دكتور، الاعراض ممكن برضه تختلف من شخص لشخص. حتى لو يعني حضرتك قلت ان هو بدايه المرض ان هو بيهاجم الالياف بتاعه المخ، مع بدايه هجوم الالياف دي الاعراض بتظهر على طول ولا الاعراض بتظهر بعد فتره؟ هو الام اس
الناس فاكره كلها ان هو في يوم وليله بيحصل حاجه زي كده. لا، الام اس والامراض عامه طلعت المناعيه والكانسر والحاجات دي تبقى موجوده في جسم بس مش حاسين بيها من بعد 10 15 سنه. عبال ما بيبان فعلا ضرر جامد يبان له اعراض، عبال ما يبان هجمه يقوم يروح العيان للدكتور عشان خاطر يعمل الام ار اي ويكشف. لكن هو كان موجود من زمان بس انت مش فاهم، مفيش حاجه عملت تحفيز للهجمه، وطول ما انت كويس ومفيش اي انهيارات عصبيه ومفيش اي ملوثات ضغط عصبي ونفسي مش هيبان لك هجمات. مش بالسهل يعني، معقوله ال 90 مليون دول كلهم بس ال 120 الف اللي في مصر عندهم؟ ما هو اكيد في ناس كتير بس ما عندهمش، ما جالهمش هجمات فما عرفوش. يعني حتى التصلب المتعدد او الام اس اعراضه بتظهر بعد سنين بعد طويل. سنين مش يعني ممكن يكون ولما بتظهر الاعراض دي بتكون اوريدي عملت مضاعفات، عملت او عملت اثر كبير، لازم تكون زادت لضرب سايلنس بشويش خالص من غير اي اعراض، زادت جت باعراض بسيطه بتتحسب على تشخص على انها حاجات تانية خالص، عشان كده مش بتكتشف غير لما يحصل البؤر في المخ. فساعة ما يحصل عرض يخليه يروح للدكتور والدكتور يكشف عليه ويشك في الموضوع ويقول له اعمل ام ار اي بالصبغه، وشاف الاشعه ان هي فيها بؤر، يبقى معنى كده ان كان موجود قبل كده بكذا سنه وعمل اعراض قبل كده والعيان ما عرفش. كان بيعالج الاعراض بس لكن ما بيعالجش الام اس. فيبتدي الدكتور يمشي معاه ويفهمه ان كل ما يبتدي العلاج بدري كل ما يكون احسن للبروجنوزز او لخط سر المرض. هو التشخيص مهم جدا، وان احنا نعرف ايه طبيعه المرض اللي عند المريض، ده اللي هيساعدنا ان احنا نعالجه بسرعه وبالتالي هيحصل تحسن. لكن للاسف الامراض المناعيه يمكن اعراضها بتتشابه مع امراض تانية، فبيبقى يعني بيبقى فيها لخبطه شويه ان هي نقدر نشخص بطريقه صحيحه انت عندك ام اس. هو ايه هي طريقه تشخيص صحيحه؟ الموضوع بيعتمد على دكتور شاطر هيطلب من العيان الام ار اي بالصبغه، هيطلب من العيان لو احتاج عمليه بذل للسائل المفاعي، وبعدين الدكتور شاطر ان هو يجيب حتى من الكشف السريري نفسه، من الكشف على العيان ومن اعراض المرض الشكوى بتاعه العيان ممكن قوي يعرف ان هو ام اس، فبيطلب له ساعتها بقى الام ار اي ويتاكد ان هو عنده ام اس. والام اس بيتشابه مع حاجات كتير قوي، عشان كده زمان كانوا الدكاتره مش بيكتشفوه، يفضلوا يعالجوا العيان على انه حاجات تانية فحالته تتدهور. بالظبط طبعا. يبتدي يروح للعيان بقى للدكتور لما تكون حالته ابتدت بعجز في اي حاجه، يا اما العين اتدهورت قوي، يا اما المشي، يا اما الاحساس. كل الاعراض بتتدهور. ايه هي حضرتك قلت ان هو في منه انواع، ايه هي انواع التصلب المتعدد؟ في انواع كتير قوي بس للاسف هو عشان الام اس ملوش اخر، فالواحد ما بيعرفش عمرك ما تتوقعي هيمشي ازاي، عمرك تتوقعي هيخف ولا مش هيخف، او امتى هيجي هجمه، او هتبقى كبيره ولا شديده ولا بسيطه، كبيره ولا صغيره البقره، الكلام ده كله الله اعلم بيه. لكن انواعه الدكتور الدكاتره مصنفينها ان هو الحميد ده كان زمان بيقولوا ده بسيط وهيخف، دلوقتي بيقولوا لا، من بعد 12 ل 14 سنه بيبتدي كده ولا كده يبان بقى سيئات، مع انه الراجل قعد من 12 ل 14 سنه العيان كويس وقالوا له انت عندك الحميد وفي بؤر في المخ وكده، لكن بعد 12 ل 14 سنه بيبتدي حالته تسوء، بيبان هجمات كبيره، وبرده كله بتاع ربنا. طبعا. وبعدين في الريميتنج ريلاكسنج اللي هو المرتجع المنتكس ده بيبقى كل شويه بيجي هجمه ويرجع المريض للبيز لاين تاني عادي لطبيعته لطبيعته العاديه، يا اما يبقى في حاجه بسيطه قوي يا اما ما يبقاش، يفضل يروح ويجي كل كام شهر هجمه تيجي وتروح. ده بسيط ومعظم الادويه تبقى ليه احسنهم فروز يعني شويه. بعد كده في المرتقي الاولي ومرتقي التقدمي الثانوي، وفي بقى بعد شر واحد بيبقى من الاول خالص، ده بيبقى بروجريسيف ووحش جدا متدهور جدا وبيعمل عجز من الاول خالص، ده يبقى عيان حظه سيء يعني. طيب حضرتك قلت ان هي عباره يعني كل الانواع بتبقى عباره عن هجمات، مظبوط؟
الهجمات دي بتختلف اعراضها، يعني لو قلنا الاعراض لكل نوع بتبقى عباره عن ايه؟ لا، هي الاعراض الانواع كلها ممكن تحصل، يعني ممكن قوي سواء مع الحميد سواء مع ريميتنج ريلابسنج، او كل الاعراض معروفه، يعني يا اما هيحصل ويبتدي العيان يروح للدكتور لما يحصل حاجه في العين، ان هو يفقد الرؤيه في عين او الثانيه، او دبل فيجن ان هو يحس الحاجه شايفها اثنين، او الضباب كانه بيشوف من ازاز مش نظيف، يا اما حاجه اسمها الرقرقه اللي هي النستاجمس، تبتدي عينه تتحرك لوحدها فما يشوفش كويس، ساعتها هيروح للدكتور رمد، والدكتور رمد بيكشف على العصب البصري، بيحس ان في طبعا ان هو مش مظبوط له كده كاركتر، فبيوديه يعمل الام ار اي فبيعرف اللي عنده اماس. ده بالنسبه للعينين. في بقى اعراض، يعني من خلال الام ار اي يا دكتور بتعمل للعين ولا الام ار اي بتعمل للمخ؟ لا، هو بيتعمل كشف للعصب البصري عند دكتور العين عادي، وبيلاقي ان هو الديسك بيبقى فيل كده، بيبقى باين ان هو فيه التهاب في العصب البصري، فيبعته يعمل الام ار اي، بيبان البؤر فيه عند العصب البصري او في منطقه مركز الاصفار. فده من ناحيه الاصفار، وممكن يكون بقى اي هجمه في الاحساس، تغيير في الاحساس، ففي الحركه، ودي طبعا بتحصل تغيير في الاحساس اللي هو ممكن ما يبقاش عنده، ممكن يوصل للشلل، تنميل. لا مش شلل، تنميل، شلل تبع الحركه. بيحصل تنميل، ما بيحسش بايد زي ايد، وبيبقى التنميل ده مستمر يا دكتور ما دام في هجمه موجوده؟ هو بيبقى ده بيبقى جاي له من زمان قوي، بيروح ويجي وبياخد فيتامين دي، فيتامين بي، ويتعالج باي علاج تاني، ومحدش يعرف انه ام اس. يعني في ناس كتير قوي كده بتقعد بالتنميل دون وبتتخض منه، لما بعد كده بيفهموا ان هو تبع هل الأمقات. في التنميل بيحصل في الايدين والرجلين ولا في الايدين؟ اي منطقه، اي منطقه، نص وش، فروه الراس، ايدين، في اي حته فيها جلد. التنميل ده بيحصل، ده لو حاجه في الاحساس طبعا، بيحصل اي خلل في الاحساس، ان هو ما يحسش بحاجه اصلا، ان هو يحس بنار كانها نار ماشيه تحت جلده. بعدين لو في حاجه في الحركه، بيحصل تقل في رجل عن رجل او ايد عن ايد، او مشيته بتتقل عامه، هو بيقول انا بحس ان انا بمشي في رمل، رجليا ثقيله قوي كاني ماشي في رمل، بمشي بمجهود. فده وممكن قوي يحصل ان رجله تقف، ما يبقاش بتمشي زي الاول خالص، بيبقى بيجرجرها. فاي حاجه بتستمر برضو يا دكتور الاعراض دي، ولا بتبقى هجمه برضو وبعد كده نوعه بقى، حسب نوع الام اس اللي عنده، حسب النوع. لو هو اللي بيجي يروح الريميتنج ريلابسنج دون، هيخف بالعلاج وترجع تاني كويسه، لكن لو سكندري بروجريسيف طبعا، مره في مره بتبقى زياده، كل مره بدمج في المخ. لما تيجي في الحركه كل مره بدمج مختلف. طبعا البرايمري بروجريسيف من الاول خالص بيتدهور زي الخط طالع كده في الجراف، بيبقى باستمرار شويه بشويه ببطء شديد، بيجي ان هو يحصل دمج جامد، ويحصل مشاكل للحركه والاحساس والعين. في اي مضاعفات تانية يا دكتور، مثلا على القلب، على الرئتين؟ لا هو ما بيأثرش على اللايف سبان، ما بيأثرش على الحياه. مش لايف ثريتنينج ديزيز يعني. لكن هو بيأثر على كواليتي اوف لايف، يعني طبعا ممكن قوي يبقى بيزق، ممكن بعد شويه يجيب شلل، ممكن يجيب ضعف في الاصفار مره في مره، من في التهاب في العصب البصري، بيعمل حاجات مشاكل في المثانه، يعني المثانه بتتاثر، يا اما بتبقى حاجه اسمها اللي هو فريكونسي، اللي هو بيحصل ان كل شويه يعوز يعمل تواليت، يا اما بعد كده بيحصل اللي هو ما يقدرش يتحكم في التواليت. دي بتيجي كتير قوي، وبتتعمل كانها هجمه طبعا، وبيتاخد لها دواء، الا اذا الدكتور كتب له دواء يحسن شويه من عمل المثانه. بس طبعا دي كده ولا كده، معناها كده ان حصل في المثانه تاثير. اول ما ظهر المرض يا دكتور كان بيظهر اكتر في السن الكبير، ودلوقتي بقى هل الاطفال معرضين لاصابه المرض؟ من 20 ل 40 دلوقتي بقى يحصل تحت ال 20، ودلوقتي بقى في اطفال عندها 9 سنين عندهم المرض، وساعات اصغر من كده. بيبان عندهم الامان، بيبان عندهم كل ده نتيجه نفس الاسباب، يعني نفس الاسباب، ان مفيش سبب محدد، لان لو يقولوا سبب هيلاقوا له علاج. طب
العلاج بقى يا دكتور؟ يعني من كلام حضرتك قدرت يعني استشف ان هو مرض ملوش علاج، هل ده حقيقي ولا لا؟ والعلاج بيكون ملوش صعب ولا؟ هو لحد دلوقتي مفيش اي كيوريتيف ديزيز للاماس، مفيش اي علاج شافي لحد دلوقتي في العالم. كل العلاجات الموجوده يا اما علاج الهدمه، وقت الهدمه بيدوا كورتيزون عشان خاطر تهبط المناعه خالص، لان ده مرض التهاب. التهاب استاذنك بس معانا في الاتصال. الو امل، امل، الو امل، اسمعينا من التليفون يا امل، وقف التلفزيون نهائيا. سمعانا؟ طب يا ريت تحاول تتصلي بنا مره ثانيه. اتفضلي يا دكتور. بالنسبه للعلاج، العلاج وقت الهجمه ده بيبقى بكورتيزون، لان ده التهاب، فبيدوا جرعات الكورتيزون بتبقى ساعتها بالوريد، بتبقى عاليه يا دكتور. نعم، بتبقى جرعات الكورتيزون عاليه، جرعات عاليه حتى الاطفال، من 3 ل 5 ل 7 ايام، حتى لو طفل، حتى شده الهجمه بيدوا كورتيزون بالوريد، انترفينس بيت، مش مثلا حقنه كده، وريد وعادي. دي بتبقى وقت الهجمه اقوى، اقوى طبعا، ما دام ان هو من خلال الوريد بتبقى الكورتيزون اقوى، فعاليته اقوى، عشان يدي نتيجه بسرعه. بالظبط، يدي نتيجه بسرعه، قوي، بيشتغل بسرعه. ده بيبقى 1 جرام، 1 جرام ده كتير قوي. وبيبقى طبعا الكورتيزون ليه مشاكله، الكورتيزون بيعلي السكر وبيعلي الضغط وبيعمل فلاشنج واحمرار في الوش. الكورتيزون عموما بيبقى ليه مضاعفات كتيره جدا، طبعا ليه مضاعفات جامده جدا يعني. طب عشان هل في طريقه ان احنا نتفادى لو حد بياخد جرعه كورتيزون عاليه، ان احنا نتفادى مضاعفات الكورتيزون؟ ما هو لازم قبلها بيتقاس له الضغط والسكر عشان نعرف اذا كان هو هينفعله الكورتيزون نفسه السوليمدرول ولا لا. فبس للاسف لو في هجمه، سواء ده عن ده او دون، بيظبطوا الضغط والسكر وبياخد الكورتيزون، ما هو ده العلاج الوحيد وقت الهجمه اللي ممكن ياخده. لا يعني قصدي ان هو بس بيظبطوا الضغط والسكر. بعد الجرعه يا دكتور، ما هو الكورتيزون دي برضه اثار سلبيه، هل في حاجات تقدر تقلل من الاثار السلبيه بعد؟ ما هو بيدوا حاجات تقلل الضغط طبعا، بيدوا حاجه اسمها دايوريتكس تقلل الميه في الجسم، يعني ليها علاجات بقى اللي بعد الكورتيزون دون. بس في ناس بتبقى سيئه الحظ لازم تاخد كورتيزون بالبق، اللي هو دواء عن طريق الفم، حبوب، فتره لحد ما تقدر انها تسحب الكورتيزون من الجسم. فحسب المدرسه بتاعت الدكتور، اذا كان يحب انها تبقى بلس كده، هو حاجه مره واحده تعمل شوك للجسم، او ان هو يسيبها، يعملها، يسحبها بالتدريج من الجسم بعد كده. وان المريض بياخد كورتيزون يا دكتور، الكورتيزون ده مجرد ان هو بيهبط جهاز المناعه، يهبط جهاز المناعه، فبالتالي بتقلل الهجمات، بتقلل الهجمات، بس بتقلل المناعه، فلازم بالزبط. يبقى يتقلل ان هو ما يروحش في حته فيها ناس كتير، حته فيها اطفال وعندهم حصبه بقى وجديري والكلام ده كله، وجدري ميه والكلام ده، ما يتعرضش للحاجات اللي ممكن يتنقل له ليها امراض. روحش تاني بقى ما حبكش يعني دلوقتي، ومنطقه ما يعرف ان في حد عنده دور برد وهو لسه واخد الكورتيزون. طب ما انت عارف ان مناعتك قليله كده، هتلقط دور البرد. ففي احتياطات برضو تانيه ممكن المفروض يتبعها المريض بعد ما ياخد الكورتيزون. هو عامه في ناس بعد ما بتاخد الكورتيزون كذا مره بيجي لهم سكر وبيفضل مستمر، فلازم يتابع الموضوع دون عشان خاطر يتعالج لو السكر جات له اعراض سكر. يعني ده يبقى حظه سيء قوي، بس بتحصل. حتى لو جاله سكر يا دكتور نتيجه ان هو بياخد الكورتيزون، بيقدر ان هو يسيطر على السكر؟ ما هو هيروح للدكتور بتاع السكر وهيسيطر له عليه بقى. بس ما قداموش غير كده، لما يجي هضمه ما قداموش، حتى لو هو عنده سكر ما قداموش اي اختيارات ثانيه، خيار ثاني، اوبشن ثاني، غير انه ياخد الكورتيزون سوليمدرول بالوريد. وممكن تسبب برضو امراض ثانيه غير السكر؟ هي بتعمل حاجه يعني غريبه جدا، والناس اكتشفتها وعانوا منها، بتعمل ميه بيضه في العين، عتامه في العدس، بتعمل هشاشه في العظم. طبعا لازم بيتاخد معاها كالسيوم وفيتامين دي الكورتيزون طبعا سلاح ذو حدين. وجرعه الكورتيزون يا دكتور بتبقى على جرعات ولا هي جرعه واحده، او حسب الحاله او نوع ال؟ مش مره واحده، غير في حاجه اسمها بروتكتيف، بيدوا حاجه بروتكتيف كده، هو وقائيه واحده كل شهر في حالات، لكن هي في وقت الهجمه بيتاخد من 3 جرام، يعني جرعه كل يوم 1000 1000 1000 جرام جرام جرام، او من 5 او 7 حسب شده الحاله. فدي حسب حاجه في الرجل،
الحركة، فدي هتبقى عايزة مثلا 7 هتبقى عايزة حاجة قوية عشان خاطر تثبط المناعة جامد قوي. ده علاج وقت الهجمات. غير كده بقى في علاج الأعراض، طبعا دي حاجة كويسة جدا ان في أدوية تتاخد للأعراض. وفي علاج بقى المرض نفسه اللي هي الأدوية الانترفيرون دي اللي بتهبط المناعة بس طول الوقت، تتاخد يا إما يوم يوم لا، حقنة تحت الجلد، يا إما حقنة في العضل كل أسبوع، يا إما اللي هي دواء كل شهر بيتاخد اسمه تايسابري، معلش بقول الدواء يعني، بيتاخد وريد مرة في الشهر، ده بيقلل المناعة قوي. ودلوقتي في أدوية تانية جديدة بالبق بتتاخد بتقلل المناعة برضه. ايه الفرق يا دكتور بين حضرتك قلت ان هو بياخد الانترفيرون، احنا يعني دايما بنسمع الانترفيرون ده بالعلاج الكبد وفيروس؟ لا، ما هو في ايه الفرق بينهم؟ ده يعني خط وده خط تاني خالص، الفا انترفيرون وبيتا انترفيرون. بتاع الام اس ده بيتا انترفيرون، عندنا بقى في منه البيتا بيتا فيرون ده اسمه كده، عندنا افانكس، عندنا الريبيف، الثلاثة دول من تحت الانترفيرون بس بتاع الام اس. ما ينفعش ان هو المرأة اللي عنده هباتيتس سي ياخد البيتا انترفيرون، ولا ينفع اللي عنده ام اس ياخد الالفا انترفيرون بتاع الكبد الوبائي، ما ينفعش. يعني حضرتك قلت يا دكتور ان هو حسب اعراض التصلب المتعدد عند الشخص، يا اما هياخد يا كورتيزون يا انترفيرون، او ان هو بيعالج الاعراض اللي بتحصل. لا ده هو ساعات الثلاثه مع بعض، يعني وقت الهزمه هياخد الكورتيزون وهيبقى معاده مثلا بالليل الدواء بتاعه اللي هو تحت الجلد، الحقنه تحت الجلد هياخدها، هياخد هيكملها بقى كل يوم لان هو بيستمر على الدواء دون، لازم في الشهر ياخد ال 15 حقنه، يوم يوم لا حقنه تحت الجلد، او كل اسبوع حقنه في العضل. وبعدين علاج الاعراض ده لازم، يعني افرضي حد بيجيله صداع مستمر لازم هياخد بنادول. بالظبط. افرضي حد عنده في المثانه اللي هو فريكونسي اوف مكتيريشن يفضل كل شويه يزيد كل ثلاث، لازم هياخد دواء يخلي المثانه ما تحسش قوي بالنشطه دي، يعني النشاط ده ويزيد في الحمام كل شويه، او لو هو بيحصل ان هو فيه سلف يعني ما يقدرش يتحكم في البول، لو في سبازم تقلص عضلاته ما هياخد، ده هو ده علاج الاعراض. ملوش اي دعوه ان هو خد كورتيزون او ما خدش كورتيزون، ده علاج عرض وهيتاخد. طب بيفضل الحاجات دي يا دكتور بياخدها بس وقت الهجمات؟ يعني هل معناه الادويه دي كلها مجرد ان هي تسيطر على المرض بس؟ هي ان هو الشخص يقدر عليه مش تخففه، مش تخففه، لكن تقلله. فهتقلل ايه؟ مرة في المرة عبال ما الجسم يستجيب للدواء دون بياخد بياخد وقت قد ايه على ما الجسم يستجيب للسنة؟ ياخد وقت طويل قبل 9 اشهر لسنة ما فيش اي كمان ممكن. لا بتختلف من شخص لتاني، بس المشكلة ان فيه كرايتيريا معينة الدكاترة حاطينها يشوفوا الدواء ده نفع مع العيان ولا لا، ان الشكوى قلت ولا زادت، ان البؤر قلت زادت. يعني لازم لو لقوها ان هي بيجي اكتر من هجمتين في السنه يبقى الدواء دواء مش نافع وهيتغير، سواء عدى عليه 9 اشهر او عدى عليه سنه ويتغير لدواء ثاني ممكن يكون استجابه الجسم ليه احسن. طب معانا اتصال منى. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا منى. انا عندي بنتي عندها الام اس من 2007 وبتاخد دواء اسمه الاميوران. بدون اسماء تجاريه من فضلك، اتفضلي. معلش دي مش اسماء تجاريه، معلش. فهل وهو برضه بيؤدي الى تثبيط المناعه، فهل ده كافي؟ هي الحمد لله من 2007 ما جالهاش اي اتاك يعني. طب ليكي اسئله. هل ده كافي؟ هل ده كافي؟ احنا بنتابع ال كرات الدم البيضاء ان تبقى باستمرار قليله. هل ده كافي؟ ليكي اسئله ثانيه؟ اتاك تاني يعني. ليكي اسئله ثانيه يا استاذه منى؟ لا انا عايز اعرف بس هل الدواء ده كافي ولا في هل الدواء ده كافي؟ ليكي اسئله ليها يا دكتور؟ الميلان ده دواء بالبق بيطعم، وهل ده معناه ان انتهى المرض عندها ولا يعني احتمال يحصل ثاني؟ هو جرى كم هزمه؟ هو جه كم؟ وعايزين نعرف حصل لها كم هزمه يا منى؟ عايزين نعرف اسم الدكتوره.
حاضر، ممكن تخليكي على الخط ويوصلوكي بكنترول، هيدوكي كل المعلومات بالنسبه للدكتور. بس هي بنتك حصل لها كم هجمه؟ هجمه واحده من ساعه 2007. هي عندها كم سنه؟ في العين، هجمه في العين. هجمه في العين. كان عندها، هي دلوقتي عندها 42 سنه، يعني كان عندها حاجه و30 سنه. طيب شكرا يا استاذه متابعينا، شكرا لحضرتك. هي عايزه تطمن ان الدواء كويس جدا، ان هي مستجيبه على الاميران، لان ده الدواء بيتاخد بالبق طبعا. ده انت عارفه الاميران دواء اللي هو مثبطات المناعه، بيعتبر ده الاسم العلمي. لا، اسم التجاري. لا عشان ما ينفعش نقول اسماء تجاريه. لا خلاص، المهم ان هو اللي هم الادويه اللي بتقلل، اللي هي بتتاخد للكانسر، بتقلل المناعه خالص. فعلا. دي الادويه اللي هي بتتاخد كده للكانسر. بس ما دام في استجابه ان هي ما حصلهاش غير هجمه، معناها ان جسمها مستجيب. يعني ده كويس، لان ساعات بينقص في السوق طبعا، فكويس قوي ان هي مستجيبه له. بس طبعا بيقلل المناعه، فلازم باستمرار تعمل متابعه لكره الدم البيضاء ووظائف الكبد. وهي نفسها اصلا كمان عشان خاطر الواحد بيخاف ان الام اس يتدهور من غير ان هي ما تاخد بالها، لازم تعمل كل فترة ان شاء الله مره في السنه، طالما ما فيش هجمات مره في السنه ام ار اي، بالسفه تشوف البؤر زي ما هي ولا ما فيش، ولا خلاص خفوا خالص، ولا بيزيدوا، او زي ما هم. فيا رب حظها يكون كويس وما تتدهورش. ان شاء الله انها مستجيبه له. طبعا من 2007 لغايه دلوقتي ده بيتهيألي تطور كويس. حضرتك كنا بنتكلم عن تغيير الادويه، كنت بتقولي ان هو لو من 9 شهور لسنه ما فيش اي استجابه او تحسن، بيتغير نوع الدواء. بيتغير نوع الدواء. لان مش فرق بقى اقوى واضعف، يعني ممكن يتغير نوع من الانترفيرون لانترفيرون ثاني. فمثلا اللي بيتاخد من بعضه، هو الانترفيرون يا دكتور بيبقى فيه منه انواع؟ ما هو كذا نوع. فنغير من دواء لدواء يمكن يستجيب له العيان احسن من الثاني. وبرضه في خلال كام شهر بنعرف اذا كان اتحسن ولا لا عليه، وبيستمر بقى ساعتها عليه شويه. الا اذا بعد شهر حصل بقى، بعد شهر حصل هجمه جامده، ساعتها بياخدوا بقى الادويه القويه بقى قوي اللي بتاخد مره كل الشهر. يعني حسب خط سير المرض بقى. طب طبيعه الحياه يا دكتور، لما يعني لو حد مصاب بام اس، بتاثر ازاي على حياته، وازاي ان هو يقدر يعيش حياه طبيعيه برغم ان هو ممكن يتعرض لاثار سلبيه ومضاعفات؟ هو ما فيش عندنا في مصر توعيه ان احنا نعرف العيان، يعني دي بتيجي الحمد لله احنا بنعملها عندنا، ان احنا نقول له ازاي يعيش وهو عنده ام اس. اول حاجه ازاي يتقبل ان عنده ام اس، ازاي يصارح الناس ان عنده ام اس، صح الشغل اللي عنده ازاي يقول لهم، عشان خاطر يستفيد من ان هو ممكن يروح حتى ساعه متاخر، ان هو يستفيد ان يبقى عنده اجازات. يعني كل الحاجات دي اللايف ستايل بتاعه هيتغير في موضوع الشغل، موضوع ان هو اهله يقول لهم، عشان خاطر برضه ميبقاش فيه اي ضغط نفسي او عصبي، ما يبقاش فيه يعني خناقات بقى على النمر المدرسه والجامعه والكلام ده كله. طبعا دي لازم بيأثر على الحياه الدراسيه. دكتور منى، للاسف وقتنا خلص، لكن ان شاء الله لنا لقاءات اخرى. بشكرك لوجودك معانا وشرفتينا. مشاهدينا، اتمنى تكون الفقره استفدتوا منها. استنونا فقراتنا، لسه ما خلصتش فقرتنا الثانيه، هنتكلم فيها عن الامراض الجلديه اللي ممكن نتعرض لها نتيجه لنزول حمامات السباحه. فاصل نرجع مرة تانية، خليكم معانا.